حقيقة سعيدين وفخورين اليوم بإعلان عن منظومة جديدة لتصنيف المنشآت وعن رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين وعن منظومة أيضا لتعزيز حماية العمالة في سوق العمل ومنظومة متكاملة حقيقة من تشريعات تأتي متواكبة مع منظومة تم إطلاقها والإعلان عنها أيضا في إحاطات وأخبار سابقة منها التأمين ضد التعطل وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص من خلال إعلان مستهدفات التوطين. الآن المنظومة الجديدة تكمل هذه الحلقة من حيث أنها تضع معايير لتصنيف المنشآت في القطاع الخاص بصورة جدا مرنة تسهل على الشركات في القطاع الخاص للتعرف على وضعها من حيث التصنيف وبالتالي تزيد من سهولة التوقع لممارسة الأعمال من حيث تكلفة إصدار رسوم أو تجديدها وما إلى آخره، وكذلك ترسم لهذه الشركات خارطة الطريق لكيف يمكن لها الارتقاء بتصنيفها وبالتالي الحصول على مميزات ومنافع من التصنيف لفئات الفئة الأولى اللي هي فيها منافع كبيرة جدا لشركات تتعاون مع مجموعة من أو تنفذ مجموعة من المعايير سواء كانت في مجال تحقيق التوطين بنسب نوعية أو إذا كانت من الشركات الوطنية في مجال الصغيرة والمتوسطة أو إذا كانت في المجالات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية في دولة الإمارات بالإضافة إلى معايير أخرى موجودة في القرار. الآن هذه المنظومة أيضا ترسم خارطة الطريق لحماية الشركات من الوقوع في الفئة الثالثة اللي هي الفئة اللي هي يترتب عليها أن تكون الرسوم أعلى من الوضع الطبيعي، والسبب أنه يكون هناك عدم التزام بمعايير حماية العمالة أو الإخلال بالتزامات وفق القانون واللائحة لقانون تنظيم علاقات العمل حتى التنفيذية أو كل ما من شأنه أنه يؤدي إلى عدم تحقيق هذه الشركة ما يحقق غايات وجودها في سوق عمل في دولة الإمارات مبني على معايير مرتبطة بالتنافسية والمرونة ولكن أيضا بمعايير إنسانية، يعني تحقق التوازن بين العلاقة بين صاحب العمل وبين العامل وبين غاياتنا نحن في الحكومة في وضع هذا السوق بطريقة جدا كفئة وذات تنافسية حقيقية.